ما الإشكالات السياسية والقانونية التي أعاقت مسار الانتخابات في ليبيا؟ وما شكل خارطة الصراع على النفوذ؟ وما التحالفات العسكرية الفاعلة ميدانياً في طرابلس؟ كيف تنقسم الردود الإقليمية والدولية على تطورات المشهد الليبي؟ وأي حظوظ لإنقاذ العملية السياسية في ليبيا التي تتربص بها الأطماع الدولية؟ المشهد السياسي والأمني في ليبيا عقب تأجيل العملية الانتخابية في تقدير موقف الليلة 9 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.